السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل أصدقائي وأحبابي ومشاهير ومشاركة ومتابعي قناة دكتور محمد عبده على الحب دائما. نلتقي بفضل الله تعالى لقاء هام جدا للجميع، الكل اليوم إن شاء الله معانا مستفيد في درس اليوم، إزاي نرسم الصخور زي ما حضراتكم بعرضها عليكم في الصورة اللي على الشاشة. طبعا الصخور ولحظة ارتطام موج البحر بالصخور، يعني لحظة ارتطام موج البحر بالصخور هو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. وطبعا الصورة اللي امام حضراتكم هي اللوحة اللي احنا هنتكلم فيها بكل تفاصيلها، دي الصورة اللي هنشتغل فيها النهاردة ان شاء الله، وهنشتغل عليها باذن الله تعالى بكل تفاصيلها. ركزوا معايا، بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة العالمين. وكالعادة بطلب من حضراتكم وضع لايك اسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر، واشتراك في القناة لو حضرتك اول مرة تزورنا في القناة، يسعدني اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد. تعالوا يا شباب نبدأ على بركة الله نخطط اللوحة بتاعتنا. انا هخطط اللوحة وهعرضها على حضرتك بشكل جميل جدا، لان اثناء التخطيط هحط لك الصورة اللي انا شغال عليها وشوف ازاي انت بتخططها. التخطيط مهم جدا، ناس كتير بتسأل على المرحلة دي. ركز، دخلت لك الصورة اهي على التخطيط. شوف انا لما باجي اخد الاوت لاين بشتغل بهذا الشكل يا شباب، باخد الخط الخارجي من بره خالص، من فوق من الخارج بالشكل ده بالفرشه، وابدا. طبعا انت عينك على الصوره سواء شغال عليها من صوره او من التليفون او من الكمبيوتر او اللاب، وبتبقى عينك على الصوره اللي انت شغال منها، وبتبدا تاخد الخط بهذا الشكل اللي هو الخارجي. وكمان بتبدا بعد كده عينك تروح على الاماكن اللي فيها جسور الظل، الاماكن اللي فيها الظل زي كده. شوف انا ببدا ايه، احط كده علام ليا همشي عليه ان المنطقه دي فيها الظل، طبعا بيكون بدرجه لون غامق زي كده. اللون اللي انا شغال بيه بخطط بيه ده لون بني ومضيف وضايف عليه سنه اسود. فرشه قلم كده وتبدا تحط كل التفاصيل اللي موجوده في الصوره زي ما حضرتك شايف اهو. بنوضح لحضراتكم ازاي بنخطط اي لوحه منظر طبيعي. باخد الخطوط الاوت لاين للعناصر الاساسيه اللي ظاهره وبارزه في المنظر. طبعا الصوره بتاعتنا اكتر حاجه ظاهر فيها قوي بقوه وبشده وواخده اماكن هي الصخور، وبيجي بعد كده موج البحر. فانت بتبدا تحدد برضو موج البحر، ارتفاع الموجه، في موجه اساسيه كبيره دي ليها ارتفاع اهو، انا بحدد هنا الارتفاع بتاعها وبحدد الحجم بتاعها هي يبقى قد ايه. وبعض الخطوط كده، الخطوط دي بقى اللي انت شايفها دي بتستمر معاك فتره في الشغل. وبعد كده بتبدا تزود الظل في الصخور في الاماكن اللي انت شايف ان دي اماكن ظل. ليه؟ لانك لما تيجي تشتغل باللون، اللون الصخور اللي هندخل بيه هيفضل معانا الاماكن اللي هي فيها الظل دي بيبقى شكلها واقعي او جميل جدا. فانا بفرش كده وبحط اماكن الظل كلها اللي موجودة في الصخور بتاعتي بالشكل ده. تعالوا بقى نجيب الازرق ونضيف عليه قليل من الموف يديك اللون الجميل اللي هو لون السماء بهذا الشكل. هبدأ اسرع الفيديو شوية عشان الفيديو فيه تفاصيل كتيرة وشرح كتير، وعايزكم تستمروا معايا للنهاية، لان فعلا والله الموضوع مهم جدا للجميع والكل هيستفيد باذن الله، وهتستمتع بلمسة حلوة ان شاء الله. طبعا اللون الموف هنا زبط معايا قوي لون السماء. وشوف بقى الفرشة، انا شغال بفرشة يعني مش صغيرة، لا دي فرشة كبيرة برضو يعني حوالي 2 بوصة اهي. شوف انا بحركة الايد هنا والحركة الدورانية اللي انت شايفها دي بتفض كل اللون اللي في الفرشة وبتمزجه كله مع بعضه بحيث ان اللون يبان قدامك ناعم، لون السماء ناعم قوي اهو. تبدأ تحط كده لسعات من الابيض، الابيض ده بيختلط باللون، لون السماء يعني الابيض ما يفضلش ابيض زي ما انت شايف، لا مع حركه ايدك كده بياخد اللون بتاع الارضيه اللي هو اللون السماوي اللي انت اشتغلت بيه، وبيبدا يقلب معاك سنه صغيره. وبرده بقى ركز قوي 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 في حركه الفرشه، شوف بالفرشه بتتحرك في جميع الاتجاهات حسب ما انت عايز. اسيب بقى الفرشه الكبيره وابدا اجيب الفرشه الصغيره دي، ودي بقى اللي هتديني اللمسات والتطشات الحلوه اللي هي في السماء. طبعا الضوء كله جاي من جهة اليمين، فالسماء هنا في المنطقة دي هيكون السحاب واخد لون فاتح قوي، في ضوء شديد قوي في السماء من ناحية ايه، من جهة اليمين. علشان كده هبدأ ازود اضاءة في جهة اليمين اهو، وبمشي بيها على حواف الصخور كده الاضاءة دي، وبرضو بمزجها مع الارضية بتاعتي. واحدة واحدة بتلاقي لون السماء بيبدأ يختلف معاك، ويبدأ السماء تظهر بكل التفاصيل اللي فيها بالسحاب
والجمال والحلاوة اللي بتبقى موجودة في السماء سبحان الخلاق العظيم. طبعا السماء للعشاق السحاب والناس اللي بتحب تبص للسحاب فيه لمسة وفيه جمال وإبداع سبحان الخلاق العظيم فعلا. يعني بنبدأ هنا اهو بالفرشة ندي ضربات ضربات، ودي بقى خط الأفق، دي بداية البحر بتاعي أو نهاية البحر بتاعي من هناك بلون موف داخل عليه سنة أزرق، الموف هنا أكتر وسنة الأزرق هنا أقل، عكست بقى المرة دي أهو شوف، وأبدأ كده باللون البني أسحب بقى الصخور بتاعتي دي وأقفل بيها المنطقة دي. ركز كده، سبت الفرشة غيرت الفرشة أهو، أغير الفرشة جبت فرشة تاني أهو، ورحت واخد باللون البني كده ورحت مكمل بقى ايه مساحة الصخور، وهنبدأ بقى مرحلة شغل جميل جدا في الصخور. طبعا هنا عند خط الأفق كده بدأ يظهر لك مساحة من البحر، لما تبص لها هي واخدة مكان قد ايه في الصورة، واخدة مكان صغير خالص يعني، واخدة مساحة قليلة قوي في الصورة، لكن في الحقيقة هي مساحة مياه اقول لك يعني فيها اكتر من 100 كيلو متر مربع، واخد بال حضرتك؟ هو ده بقى المنظور، وهي دي النظرة اللي انت لازم تخلي بالك منها وانت بترسم المنظر الطبيعي. وباللون البني مع الاصفر وابدأ املى الصخور بتاعتي بهذا الشكل. طبعا الصخور البعيدة دي هتكون واخدة اللون الفاتح، فانا دلوقت عطيت البني والاصفر، وبعد كده دخلت بالبرتقالي احروق كده الاماكن البعيدة المعرضة للشمس قوي دي، وركز قوي قوي في ان مناطق الظل ما زالت مستمرة معاك، مناطق الظل اللي انت حددتها اثناء تخطيطك للوحة ما زالت مستمرة معاك، ولكن هبدأ اجيب سنة اسود على لون الارضية وادي بيه اقوى ظل موجود في الصخور دي اهو بالشكل ده. هل هسيب الشروخ دي او الظلال دي اللي انا بحطها بالاسود دي بالشكل ده؟ طبعا لا، هتجيب حبة مية جنبك وتحط الفرشة في المية وتفضل فرشة تاني وتبدأ تمزج لي بقى يا باشا ايه الاسود اللي انت حطيته كله ده، تمزجه وتفرشه كده مع اللون اللي هو لون الصخور اللي حضرتك اشتغلت بيه اهو، بتزود الاسود كده وتبدأ تفرشه وتروح بيه على باقي الصخور، بحيث انك انت تعمل عملية مزج للظل والضوء، وطبعا فيها تفاصيل اكتر هقرب الكاميرا وهنتكلم فيها. باللون الاسود كده وببدأ اسحب كل الصخور المتبقية الاسود طبعا على البني زي ما قلت لك، وهنا قربت لك الكاميرا اهو، وهنبدأ نفتح بقى وندي جسور ضوء بالشكل ده. خلي بالك المنطقة دي كده لازم تكون منطقة فاتحة شوية، ليه؟ لان المنطقة دي معرضة للضوء اكتر، اكتر حاجة اكتر منطقة معرضة للضوء هي المنطقة دي اللي هي الصخور اللي جهة الشمال دي، كل ما بتعلى بتتعرض للضوء، وكل ما بتبعد هناك لحد منتصف اللوحة كده بتتعرض للضوء اكتر. خلي بالك اهو المنطقة، شوف بدأت اظهر البرتقالي او في المنطقة دي اهو، ليه؟ بضيف عليها ابيض طبعا وبدأت اظهره كده، ليه؟ لان الشمس هنا ضربة في الصخور والصخور دي معرضة للضوء مباشرة يعني، فزي ما حضرتك شايف اهو ابدأ بقى احط اللون بتاع الصخرة اللي هو البني على اسود ده، ابدأ احط عليه سنة ابيض بسيطة ووزع الضوء اللي موجود في الصخرة القريبة بهذا الشكل. الغريب في الامر ان الصخور القريبة واخدة اللون البني عليه اسود، واخدة اللون الغامق زي ما حضرتك شايف، في حين ان الصخور البعيدة واخدة الوان فاتحة الى حد ما وفيها الوان محروقة كده بالبرتقالي، ليه؟ لان الصخور القريبة دي الظل عاكس عليها، اما لان الشمس او ضوء الشمس من وراها وهي مرتفعة الى حد ما، لكن الصخور اللي هناك اللي على الشمال ركز معايا وانا بشرح وشغال اهو، كل دي معرضة للضوء، عشان كده هنظهر الصخور اللي انا شغال فيها دي من اول الصخرة الكبيرة دي كده هتبدأ تظهرها بدرجة لون بني محروق او بني غامق بني عليه اسود بالشكل ده، وبتبدأ تدي تفاصيل بالفرشة القلم كده، دي فرشة صغيرة ببدأ بأدي فيها تفاصيل وتعرجات، تعرجات موجودة في الصخور طبعا، كل التعرجات دي والنحت اللي موجود في الصخور ده نتيجة عملية النحت او تأثير الرياح في الصخور، لان دي منطقة بحار ومنطقة طبيعية يعني. هنا في المكان اللي انا شغال فيه ده الظل بتاع الصخرة القريبة، الظل الصخرة القريبة دي الظل بتاعها بينعكس
تحتيها بس جهة اليسار يعني، خلي بالك. وعلشان يظهر ده معاك ظل لازم ابدأ ادخل فيه بلسعات ابيض خفيفة كده وامزجه مع بقية الصخور. وطبعا اسفل الصخور اللي على الشمال دي اسفلها برضو بيكون واخد ظل، لكن اعلاها بيكون واخد ضوء. ركز قوي في الحاجات دي، واللمسات البسيطة دي تفرق معاك كتير. منطقة دي منطقة ضوء قوية اهي. بدأت اروح على اليمين، الصخرة بتاعتنا اللي هي القريبة دي اهو، بديها لسعات اضاءة. خلي بالك هنا الضوء بتاعك هنا مش ابيض خالص، عشان الناس بس ما يختلطش عليها الامر وتقول الضوء هنا ندخل بالابيض، لا ده هو اللون الارضية بتديله سنة ابيض بسيطة خالص، خلي بالك. والكلام ده بنأكد عليه في كل فيديوهاتنا يعني. هنا بقى دي الصخرة القريبة، الصخرة اللي هي قريبة وموجودة طبعا في مستوى منخفض، المية هتضرب فيها، خدت لها اللون بتاعها البني والاسود بحيث ان يبقى فيها الضوء والظل بتاعها. درجة اللون دي درجة الشفافية اللي في المية. خلي بالك انت عشان تشغل المية بقى، هقول لك على معلومة مهمة جدا ب100 جنيه. ازاي ب100 جنيه؟ هقول لك عليها دلوقتي، اللي هي انك لما تيجي تشتغل في موج البحر، ايوه هي المعلومة بتاعتنا، انك انت يكون عندك الدرجتين دول. شايف الدرجة اللي على اليمين دي درجة الشفافية، طب والدرجة اللي على الشمال دي الدرجة بتاع الظل او الالوان الغامقة. يبقى عندك درجة من اللونين، وهي دي المعلومة اللي ب100 جنيه يا شباب اللي انا بقول لكم عليها النهاردة. ايه هي؟ ان انا يبقى عندي درجتين مجهزهم زي كده في البلتة، درجة الشفافية اللي هو فاتح والغامق بتاعها على طول، موجودين الدرجتين جنب بعض بهذا الشكل، وابدأ املى المساحة بتاعتي كلها، كل المناطق اللي فيها الظل اهي مليتها، وكل المناطق اللي فيها الشفافية نتيجة ارتفاع موجة البحر فواخدها اهي، وببدأ امزج الاتنين مع بعض كده في المنطقة اللي هم بيلتقوا فيها. خلي بالك بدأت اجيب من اللون اللي هو الفاتح وبفرشة قلم كده ودي ايه تأثيرات في المية كلها، علشان اظهر المناطق اللي هي الضوء ضرب فيها وعاطية شفافية للمية اهو، وبسيح الاتنين مع بعض كده في المنطقة اللي بيلتقوا فيها. طبعا اسفل الموجة هنا دي منطقة الظل، لان الموجة لما بترتفع والضوء بيضرب فيها من اليمين هتعكس الظل على ظل اسفل منها، وكل المناطق المرتفعة في موجة البحر بحط فيها الشفافية بتاعتها بهذا الشكل. سبت الفرشة دي وخدت فرشة تاني ورحت جايب لون ابيض، وهبدأ ادي تأثيرات اندفاع وارتطام موج البحر بالصخور اهو، اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، وده موضوعنا، ارتطام موج البحر بالصخور بيديك طرطشة بيضة قوية جدا كده طبعا، وتأثيرات بالعرض كده علشان تديك اندفاع المية اهو. الفرشة فيها لون ابيض، وبروح باللون الابيض ده لحد ما يخلص من الفرشة، خلي بالك بحط تأثيرات بالفرشة كده وامشي بالفرشة بتاعت لحد ما اللون يبدأ ينتهي منها اهو. طيب ايه اللي بيديك بقى ارتفاع وانخفاض في المية؟ حركة ايدك انت، حركة ايدك انت. طبعا هنا المكان ده اللي بتقرب المية فيه على الصخرة، والمية هنا برضو بعد الصخرة هنا في مية مرتفعة اهي، بنعمل الشفافية بتاعتها برضو بنظهرها باللون الفاتح، واهو كل العالي والواطي ده بتجيبه انت بالفرشة القلم بالشكل ده. الالوان بتكون لينة تحت ايدك خلي بالك، ما تقلقش. ولو انت عايز تخليها لينة اكتر حط الفرشة في المية بس والشغل، وجرب وقولي، قولي في التعليقات يا ترى النتيجة عاملة ايه معاك. انا ماشي معاك واحدة واحدة لان انا جاي هنا علشان افيدك. دي بقى ارتفاع الموجة ونزولها اللي هو انا بحدده من فوق ده، شوف بالفرشة كده حددته اهو، ده لون مبدئي، ده لون مبدئي اللي هو الابيض قوي ولا اللي هو ايه واخد اللون الشفافية. ليه؟ لان هدخل بعد كده باللون الابيض القوي اهو، شوف هنا بقى على الحافة كده بتاع الموجة من هناك واخد لون ابيض قوي اهو. تعالوا كده نمشي بالفرشة القلم دي باللون الابيض ونحط كل الفينش، كل التأثيرات بقى وكل الفينش. ركز ركز اهو، انت هنا خلي بالك انت بدأت تنتهي من اللوحة بتاعتك، واحنا شغالين كده عايز الفت نظر حضرتك، لو انت عندك عين فنان، عينك عين فنان فعلا، عايزك تبصلي على الصخور، شايف الشمس هناك
ضربة فين؟ شايف الظل بتاع الصخرة السودة الغامقة الظل بتاعها رايح فين؟ وشايف سنة البرتقان اللي الشمس ظهرتها لك في الصخور هناك، دي عين الفنان. وليه الصخور القريبة واخدة لون غامق؟ وليه الصخور البعيدة خدت لون فاتح؟ كل الأسئلة دي لازم إجاباتها تكون متوفرة معاك وعندك مخزون يا فنان. طبعا بالفرشة، وبعد ما بدأنا نحط لسعات الأبيض أهو، يعني كل التطشات بالأبيض هنا بقى، ده الأبيض القوي جدا بقى. أنت هنا كده بتدخل بضربات الفرشة باللون الأبيض على مرتين، يعني مرة اللون بيكون مختلط. خلي بالك، شوف بعيد عليها تانية الطرطشة اللي أنا كنت بادئ فيها. ليه؟ لأن المرة الأولانية بيختلط اللون بلون الأرضية فبيديك الظل، والمرة التانية بيديك اللي هو التأثيرات النهائية بقى الضوء القوي يعني. وببدأ أجيب اللون الغامق زي ما حضرتك شايف، بضيف عليه سنة أسود خفيفة، وأبدأ أجيب الظل بقى. الظلال ارتفاع الموجة دي بينعكس فبيديك ظل في المنطقة دي، المنطقة دي فيها ظل أهي. والخطوط اللي أنت كنت بتشتغل بيها من شوية دي كلها تحط لها الظلال بتاعتها أهي. شوف الفرشة شوف أهي، دي منطقة الظل أهي. ظلال زي ما في شفافية وفي الوان فاتحه، في ظلال برضو اهو، كل ده بيظهر معاك في الشغل. ركز اهو، بحاول اظهر الظل بتاع ارتفاع الموجه لما بتبدا تلف ايه، دي منطقه ظل. ومش هسيبها خطوط كده، لا ده هتبدا تمزجها مع بعضها اهو كده. الفرشه انا حطيتها في الميه وبدات امزجها مع الابيض ده اهو، وامشي كده لف على اللي انا حطيت الخطوط اللي انا حطيتها دي كلها، احاول ايه اخفها شويه. شوف بالميه كده وبدات امزجها عشان تديني شكل ظل، ما تدينيش شكل خط، انا مش عايز خط. وهنا بقى باللون البني المحروق اللي هو عليه برتقان واسود، بدأت احط الصخور بتاعتي الصغيره اللي هي مفروشه، في صخور كده تحس انها مسطحه موجوده في وصف في قلب الميه اهي. شوف تبدا توزعها خالص بالراحه خالص كده، توزعها بالفرشه كده وتديها الضوء بتاعها. بعد ما تحط الصخور دي كده تديها الضوء بتاعها بسنه ابيض خفيفه يعني. وطبعا هنا انا بضغط على صباعي علشان اجيب الشفافيه بتاع تظهر الصخره نفسها. الميه لما بترتفع كده بيبان جزء من الصخره، فده اللي انا عملته بصبع ايدي دلوقتي. وزي ما حضراتكم شايفين دي تاثيرات ضوء داخل الصخره اهي، بظهرها علشان كل حاجه تكون ظاهره واقعيه والصوره تكتمل والمنظر بسم الله ما شاء الله. مكان فعلا المكان نفسه غايه في الروعه اهو. قربت لكم الكاميرا وتعالوا نشوف شويه تفاصيل كده في موج البحر. فرشة قلم رفيعة يا شباب. انت هنا بقى بتحط التطشات الاخيرة خالص اللي هي واخدة لسعة ابيض، اللي هي معرضة للشمس قوي، اللي هي يعطيك الرغوة بتاعت الموجة وهي نازلة اهو. شوف ركز كده مع حركة ايدي كده، ركز مع حركة الفرشة. شوف زي الفراشة كده، فراشة بتحوم، الفراشة بتحوم حول الزهور اهي. انت بتفرش بتدي لسعات الابيض القوية بهذا الشكل. شوف وتقدر تنزل بالميه كده من على الصخره برضو. كل التطشات اللي انت بتحطها في الاخر دي بتقنع كل اللي بيتفرج انك انت راجل فنان وراجل فاهم. حضرتك عندك المعلومه دلوقتي وحضرتك عندك طريقه التنفيذ. لو سمحتوا ابداوا اشتغلوا، لو سمحتوا اشتغلوا. ولو في اي صور حضراتكم عايزيننا نشغلها ابعتوها لنا على الواتس. لو عايزين رقم الواتس اطلبوه في التعليقات، ما بنتحشوش عن حد وبنرد على كل الناس على الواتس. بنحاول كده المنطقة اللي هي قريبة دي فيها اندفاع للمية، فبحاول اظهره. شوف بصبعي كده بعمل ايه، بظهر اللون البني عشان يظهر لي شوية عشان يديك شفافية كده للصخرة. انا بهتم قوي قوي في شغل يا جماعة بان انا اظهر لكم تفاصيل كتيرة، فمعلش يعني مش عايز الناس تهرب منه والناس تمل مني، لكن انا شايف ان ده الناس يعني الناس معجبة بده، بان احنا نظهر كل التفاصيل دي، والتفاصيل اللي الناس التانية ما بتتكلمش عنها بنحاول نظهرها في شغلنا يعني. شباب دي مرحلة الفينش، كل ضرباتك بالابيض هنا بتظهر قوة موج البحر وقوة المية اهو. شوف تأثيرات الفرشة، اي لمسة بالفرشة كده هنا تديك اندفاع للمية. اوعى تفكر ان انك انت هتفشل، لا ان شاء الله. ثقة في الله نجاح، ثقة في الله نجاح. وانا بأكد لان ناس كتير تابعت واشتغلت ورسمت، فاللي عايز يشتغل يبدأ، ما يقعدش يتفرج وبس. لا، ممكن تتفرج اثناء الشغل من وقت للتاني، ترجع للفيديو مفيش مشكلة. خدت بال حضرتك؟
بنأكد مرة أخرى قبل ما انهي الفيديو يا شباب، عرفني انك انت وصلت معايا لحد اللحظة دي، عرفني في التعليقات، وما تكونش بخيل معايا باللايك، اكيد حضراتكم كلكم اهل كرم، فلو سمحتوا لايك اسفل الفيديو، ده عمل لنا كي نستمر، واشتراك في القناة بقى لو حضرتك اول مرة تزورنا في القناة، اتمنى ان حضرتك تشترك عندي في القناة وتكون متابع جيد للقناة وداعم قوي للقناة، فانا بشكركم شكرا لكل الداعمين للقناة. وبرجع مرة تانية للفيديو اهو، هناك كده المنطقة دي منطقة ضوء قوي جدا، خلي بالك بس، شوف بقى الضوء دخلت معاه بظل بقى، انا باللون الابيض هنا، وبتحط التاتشات اللي هي الفينش بقى، كل اللي هو معرض للشمس مباشرة واخد لون ابيض قوي. وبالشكل ده اكون قدرت اقدم لحضراتكم يعني لقطة حلوة باذن الله تعجب حضراتكم. اهو ما زلنا مع قمة الموجة، اي موجة شباب بالمناسبة ليها قمة، ارتفاع، الارتفاع ده ليه قمة وليها عمق للداخل، هي مجسمة، وحافظ قوي قوي على الشفافية، لو قدرت تجيب اللون الشفافية ده. طب اللون الشفافية انا ما قلتش عليه، اقول لك عليه بسرعة، ازرق واخضر وابيض، دول التلات الوان اللي انت تقدر تجيب بيهم الشفافية. طبعا اللوحة زي ما حضراتكم شايفينها في الخلفية على السبورة، ما تنساش لايك اسفل الفيديو ده عمل لنا كي نستمر. وطبعا اللوحة اللي موجودة، الصورة اللي موجودة على اليمين دي، هسيب لكم رابط الفيديو بتاعها في اول تعليق مثبت للناس اللي ما شافتش الفيديو السابق اللي هو فيديو الوردة والكأس الزجاجية دي، هسيبها لكم في اول تعليق مثبت. اشوفكم على خير، فيديو جديد، اخوكم محمد عبد من جولة مصر العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.